للمزيد من المعطيات حول آفاق المنظومة الوطنية للتكوين المهني وأهمية مواكبة التكوينات لديناميية الاقتصاد الوطني والمهن الجديدة، ينضم إلينا مباشرة من مراكش يوسف فهمي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لمؤسسات التكوين في السياحة والطيران. مرحبا بكم سيد فهمي. مدن المهن والكفاءات، كما أراد لها جلالة الملك حفظه الله، نموذج مبتكر لمؤسسات التكوين المهني، ونحن نتحدث عن القطاع السياحي بمؤهلاته وحجم مساهمته في الاقتصاد الوطني. إلى أي حد يعتمد هذا القطاع على يد عاملة مؤهلة وكفاءات مكونة في مؤسسة التكوين المهني، لا سيما في مدن المهن والكفاءات التي تتضمن أقطاب خاصة بالصناعات الفندقية والسياحية؟ اهلا وسهلا، مرحبا بكم بالمشاهدين الكرام. هذه المدن المهن والكفاءات هي بادره طيبه، وكانت يعني جا وقتها، لانه في القطاع ديال السياحه والفندقه كاين واحد الطلب كبير على اليد العامله المؤهله بواحد المستوى عالي، خصوصا ثم كتلاحظوا بانه الفنادق اللي ولات كتفتح دابا في المغرب وفي مراكش على الخصوص، يعني ولات من واحد المستوى العالي. دونك كتطلب هذه المساله، كتطلب انه يكونوا عندنا مهن يعني خريجين في القطاع اللي هما مؤهلين بواحد المستوى عالي. فالجانب الايجابي في هذه المهن مدن المهن والكفاءات، اولا التكوين بالممارسه، وهذه هي يعني الحاجه اللي كانت ناقصه واحد شي شويه، ولكن دابا هذا جابت هذا الحل هذا في مدن المهن والكفاءات، بحكم وجود مطاعم بيداغوجيه، بحكم فنادق بيداغوجيه، وهذا الشيء كلشي كيساعد على تجويد التكوين. نعم. والاستجابة المتطلبات. نعم. ديال العاملين في القطاع. نعم، أنتم كفاعل في مجال التكوين المهني سيد فهمي، لو تحدثنا عن كيفية مواكبتكم للاحتياجات والمتطلبات التي يعبر عنها المهنيون في سوق الشغل، وكيف تحرصون على إدماجها في التدريب والعروض التكوينية المقدمة في مؤسسات التكوين؟ في ميدان النموذج البيداغوجي ولا كيعتمد على ثلاثه الاقطاب، هذا الشيء هو اللي كيطلبوه المهنيين. القطب الاول قطب التواصل واللغات الحيه، والقطب الثاني هو قطب المهارات الناعمه، والقطب الثالث هو قطب ديال المهارات التقنيه. وهاد التشكيله ديال هاد الانواع تاع المهارات هو اللي من شانه انه يعطي واحد المؤهلات كبيره لهذوك الخريجين، وبالتالي ما كيلقاوش صعوبات في الولوج الى سوق الشغل. إضافة إلى أنه هذا الميدان مدن المهن والكفاءات ساهمت بطاقة الاستيعابية الكبيرة اللي كان كيعاني منها القطاع، أنها غادي تعاون باش تستجب للعدد الكبير اللي ولا كيتطلب في هذه التخصصات. نعم. هذو. نعم. تيبقى واحد الجانب اللي هو مهم نشيروا ليه. نعم. هو أنه كاين واحد من بعض الإكراهات اللي مازال خصنا نخدموا عليهم في الحكومة ولا في القطاع، وهو جانب التوجيه، لأن خصنا نوضحوا للطلبة كاين المهن اللي هي مطلوبة في هذا القطاع ولكن ما عارفينهمش طلبة مزيان، دونك خص جانب التوجيه خصو يتقدم مزيان، والجانب ديال بعض المهن اللي عندها واحد ثقافة عيب المهنة خصنا نحاولوا نخدموا عليها وهي محتاجينها في القطاع، ولكن الناس ما كيتوجهوش لها بحكم. نعم. أنها ما نقولهاش اجتماعيا. نعم، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لمؤسسات التكوين في السياحة والطيران يوسف فهمي، نشكركم على كل هذه المعطيات، كنتم معنا مباشرة من مراكش.